لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هذه المباراة مباراة القمة، مباراة الديربي، الجولة رقم 14 يلتقي من خلالها فريق الوداد الرياضي وفريق الرجاء الرياضي على أرضية ملعب البشير، حيث الصراع، حيث البحث الذي سيكون من أجل تحقيق نتيجة إيجابية واحدة من مباريات الدوري الاحترافي. اليوم مباراة تلعب بدون جمهور، لكن نتمنى أنه على مستوى رقعة الميدان تكون هنالك فرجة خاصة وخالصة هنا بمدينة المحمدية وبالضبط بهذا الملعب. أعطيت في هذه اللحظات انطلاقة المقابلة. فريق الوداد الرياضي بالقمصان البيضاء من يمين الى يسار الساده المشاهدين، وفريق الرجاء الرياضي بالقمصان الرسميه الخضراء من يسار الى يمين الساده المشاهدين. حافظ على الكره ديالو، راهو تبريره، دخول داخل منطقه الجزاء، صويبه، اول محاوله من جانب فريق الوداد الرياضي عن طريق سيف ديمبورا اللي حاول ما امكن انه يمشي الكره ديالو، صوبها برجل يمنى مباشره الى خارج تمريرة، تنفاد كرة في القائم الثاني، الإنزال، محاولة، مبارك حاول ما أمكن أنه يبعد الكرة ديالو، ولكن يسري بوزوق يلعب هذه الكرة، تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء، فرصة، تصويبة ومباشرة إلى خارج خط الخلفي للملعب بعد الصعود اللي كان من جانب أمين أبو الفتح. ونشوف هنا أيضا أكثر كرة في خط الأمامي، أمامية ممتازة والحارس في المكان المناسب على مستوى الخط الامامي، تمريره بخارج قدم، بولكسوط، تمريره عرضيه جانبيه ومباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. حكم يقول الكره لم تغادر في اخر المطاف، تدخل يحيى جبران سقط على ارضيه الملعب. حافظ على الكره ديالو اماميه. كره تنفذ من جانب العمري. لعبت بهذه الطريقه مباشره الى خارج الخط الجانبي، قبل ذلك هنالك الصافره، سوق الجهه اليمنى. تمريرة أمامية مطولة بعيدة، الأقرب من حارس أنس زنيتي. ندية كبيرة جدا وفي آخر مطاف هنالك تدخل، أول بطاقة تشار في مباراة اليوم. أمين سلم، كرة أمامية، تمريرة عرضية جانبية، تغطية. لو أن مرات كان بإمكانها تحمل جديد، تمريرة عرضية جانبية من بولكسوط والأسرع والأقرب. حاول لوفر الزروني، تمريرة ديالو داخل منطقة الجزاء، فرصة، تغطية ديال الدفاع، يمكن نعتبروها أبرز محاولة يعني حتى الآن بعد مضي تقريبا 29 دقيقة على انطلاقة صابر بوغرين. ميري بومباريك، تصويبة ديالو ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. هذه كرة يستفيد من أصاب الفرص بولكسوط، بولكسوط عملية هجومية، محاولة، أوه هناك تدخل بولكسوط، سقط على أرضية الملعب. آدم الفتي يرفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، تغطية من جانب الدفاع من جديد لصالح فريق الرجاء. الجهة اليمنى جيدة، فرصة من جانب نوفل الزروني، ولكن هناك رأي مرفوع من الحكم مسعيد، وصافرة مسموعة من حكم الساحة معلنة عن تسلل. تمريرة أمامية مطولة بهذا الشكل مباشرة، صوب الحارس أنس زنيتي. يسري بوزوق، يسري رجع كرة ديالو خلف من العمري، كاين خطأ، الحكم كيعلن على مخالفة. صابر بوغرين يرفع هذه الكرة أمامية مباشرة، صوب الحارس. إعداد الانطلاقة الهجومية، كرة رجوية، دخول داخل منطقة الجزاء، تمرير وتواجد في المكان المناسب. عملية هجومية للوداد داخل منطقة الجزاء، والحارس يصدها ثم تعود من جديد ودادية. قبل ذلك هنالك راية مرفوعة، حكم يعلن على مغادرة الكرة للخط الخلفي للملعب، زاوية لصالح يدخل داخل منطقة الجزاء، يرجع الكرة ديالو من جديد عند آدم الفتي، صويبة مباشرة عند الحارس. تمريرة ديالو في اتجاه صامبو داخل منطقة الجزاء، كرة أمامية مطولة ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. ضربة مرمى لصالح دقيقة متبقية، كرة من آدم الفتي، تمريرة عرضية جانبية رأسية مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب على شمال. شوفوا هنا كرة تنفاد في القائم الأول مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. إسماعيل مقدم لم يتمكن من تأطير الكرة الماضية. هي ديال الدفاع، صابر بوغرين، محاولة بالراس، إبعاد للخطورة يأتي من جانب جمح. عملية هجومية، دخول داخل منطقة الجزاء، محاولة، فرصة، صويبة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب، ولكن قبل ذلك أعتقد أنه هناك
للرجاء الرياضي، تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء، خروج المطيع في المكان المناسب، تمكن من تقدير الكرة بشكل ممتاز وبالتالي تمكن من مرور ممتاز. صابر مورين، تمريرة عرضية جانبية، هدف، هدف بنيران صديقة، هدف لم يكن أحد يتوقعه بهذه الكيفية، هدف يأتي ليعلن الرجاء هو المتقدم في مباراة اليوم. كيف لعبت، كيف جاء هذا الهدف، كيف جاء الهدف، الطريقة ديال التمرير العرضي الجانبي ثم بعد ذلك للرجاء. هنا تعطي الكرة لم يكن بشكل جيد، مطيع كان بإمكانه يبحث عن التمريرة العرضية. نعم، تمريرة بعيدة كل البعد مباشرة إلى خارج، يواصل البحث والعزيمة من الجهة اليسرى، عملية هجومية، دخول داخل منطقة الجزاء ويحصل على الزاوية من سيف ديمبورا، تمريرة داخل منطقة الجزاء في غياب متمم العملية إلى خارج الخط الخلفي للملعب، واحد مقابل لا شيء. سيف ديمبورا عزيز على الانطلاقة، هجمة، محاولة اختراق، دخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة عرضية جانبية، فرصة والهدف، ثاني الهدف للرجاء اليوم. بزريدة يضع الكرة في المرمى، معلن عن الهدف الثاني للرجاء في ديربي الوداد والرجاء. نعم، زريدة يغير العنوان، يغير النتيجة، هدفان مقابل لا شيء، نظرة ومتابعة من جانب زيمباور. تنتظر البقية أكيد أنهم سعداء بما تم تحقيقه في العملية الماضية. كرة على مستوى خط الأمامي، تحضير تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء، والأقرب كان هو الحارس المطيع. سيفتتح المنتخب المغرب مبارياته في المجموعة السادسة بكأس أفريقيا 2024 بكوت ديفوار بمواجهة تنزانيا، بعدها سيواجه الكونغو الديمقراطية، ثم يختتم دور المجموعات بملاقاة زامبيا. وفيما يلي برنامج مباريات المنتخب المغربي، مباراة المغرب تنزانيا الأربعاء 17 من يناير 2024 الساعة 6:00 بتوقيت المغرب بملعب لوران بوكو بسان بيدرو. مباراة المغرب الكونغو الديمقراطية الأحد 21 من يناير 2024 الساعة 3:00 بتوقيت المغرب بملعب لوران بوكو بسان بيدرو. مباراة زامبيا المغرب الأربعاء 24 من يناير 2024 الساعة 9:00 بتوقيت المغرب بملعب لوران بوكو بسان بيدرو. 24 الساعة 3:00 بتوقيت المغرب بملعب لوران بوكو بسان بيدرو. مباراة زامبيا المغرب الأربعاء 24 من يناير 2024 الساعة 9:00 بتوقيت المغرب بملعب لوران بوكو بسان بيدرو.